صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يفتي بعض الناس بجواز لبس البناطيل ويقول إنها صارت من لباس المسلمين فليس فيها تشبه بالكفار، فهل هذا صحيح؟ هذا يختلف باختلاف البلاد، فإذا كانت عادة في البلاد لبس البناطيل ولا يلبسون الثياب فهذا لباسهم، أما إذا كان عادة البلاد لبس الثياب فلا يتحولون عنها إلى البناطيل، لأن الثياب أحسن من البناطيل، فلا يتحولون من لبس الثياب إلى البناطيل. نعم.